هل الهستيري ايه رأيك في عودة فيريرا بعد ما مشي وتولى الكابتن أسامة نبيه وبعد كده عودة فيريرا لتدريب نادي الزمالك؟ شايف ان فيريرا اتظلم لان اللي حواليه واللي المفروض يساعدوه عشان يبتدي موسم بنفس القوة ما كانوش على نفس مستواه. ما تيجي نشوف ايه اسباب وقوع نادي الزمالك الموسم ده، واكيد سبب من الاسباب دي نزول مستوى بعض لاعبين نادي الزمالك، اهمهم احمد سيد زيزو اللي كان افضل لاعب في الدوري المصري الموسم اللي فات، واكيد خط دفاع نادي الزمالك اللي مستواه سيء جدا الموسم ده. الاهلي في كاس العالم للانديه، هل مشكلة الأهلي في تحويل الفرص للأهداف هتظل موجودة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا؟ أنت في 4 ماتشات سجلت 7 أهداف، نفس التوقيت أنت استقبلت 8 أهداف، بس ال8 أهداف كانوا قدام ريال مدريد وفلامينجو اللي هم أكبر فرقتين في البطولة، وفي نفس المباراتين أنت عملت 30 محاولة سجلت منهم 3 أهداف بس، مشكلتنا الكبيرة كانت في المهاجم اللي يقدر يخلص كم الفرص دي. طبعا واحدا هي إضاعة الفرص، لازم النادي الأهلي يشوف حل سريع جدا للمشكلة دي، كمان عدم وجود مهاجم سوبر يليق بالنادي الأهلي. عايز أقول لحضرتك إن السوشيال ميديا ومدرج النادي الأهلي بيبعت رسالة، وأعتقد إن هي وصلت قبل كده لكابتن محمود الخطيب، ضرورة التعاقد مع مهاجم يليق باسم وكيان النادي الاهلي. عايز اقول لحضرتك كمان ان جمهور الاهلي ازداد ثقة على ثقته في مستر كولر، واثبت ان هو مدرب عالي جدا جدا. كل التوفيق وكل الدعم للنادي الاهلي ولاعبته وجهازه الفني وادارته.